بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة المباركة من برنامجكم التجويد الميسر، وفيها بإذن الله تعالى سنتحدث عن الهمز المفرد المبدل الجزء الأول، بعدما تعرفنا سابقا على أحكام الهمز المزدوج المتفق في الحركة والهمز المزدوج المختلف في الحركة والهمز المفرد المنقول الحركة. الحديث اليوم عن الهمز المفرد المبدل الجزء الأول. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلا. يبدل ورش رحمه الله الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة حرف مد حسب الحركة التي قبلها. الحديث عن هذه القاعدة التجويدية المتعلقة بالهمز المفرد المبدل. ورش نقل عن إمامه نافع هذه القاعدة التجويدية: كلما وجدنا همزة ساكنة وواقع في الأصل فاء للكلمة إلا وأبدلها ورش حرف مد حسب الحركة التي قبلها، إذا كان قبلها فتح أبدلت ألفا، وإذا كان قبلها ضم أبدلت واوا، وإذا كان قبلها كسر أبدلت ياء. إذن هذه هي القاعدة التجويدية التي سنعرف بها من خلال هذه الأمثلة. فإذا كان قبل هذه الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة، فالهمزة إما أن تكون فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو لاما للكلمة. الحديث عن هذه الهمزة الساكنة والتي في الأصل فاء للكلمة، إذا تقدمها فتح فإن ورشا يبدلها ماذا؟ ألفا. ونأخذ مثال لهذه الحالة الأولى، وانظروا أعزائي المشاهدين واسمعوا كيف ستقرأ كلمة يأتي. كلمة يأتي همزتها همزة ساكنة وواقع في الأصل فاء للكلمة، الفعل هو أتى، وقبل يأتي قبل هذه الهمزة الساكنة ماذا قبلها؟ قبلها فتح. إذن سيقرأها ورش بماذا؟ بالإبدال ألفا. إذن نأخذ هذا المثال من سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة
وَلَا شَفَاعَةَ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. إذن كلمة يأتي همزتها ساكنة وواقع فاء للكلمة ومسبوقة بفتح، كيف يقرأها ورش أو بماذا قرأها ورش؟ قرأها بالإبدال ألفا. الآن الهمزة الساكنة الواقع فاء للكلمة سيقع قبلها ماذا؟ ضم، وهنا حكمها سيكون هو الإبدال واو. مثل نأخذ مثالنا من سورة آل عمران، بسم الله الرحمن الرحيم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى. لاحظوا هنا أعزائي المشاهدين، وتؤمنون أصلا، وتؤمنون همزة ساكنة واقعة فاء للكلمة، وكذلك المؤمنون دائما همزة ساكنة واقعة فاء للكلمة سيقرأها ورش بماذا؟ بالإبدال واوا، لأنها مسبوقة بالضم. وأخيرا إذا كان قبل الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة كسر فإن ورشا يبدلها ماذا؟ ياء. نأخذ هنا مثال من سورة فصلت، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. إذن قوله تعالى هنا ائتيا، الهمزة هنا ساكنة وواقعة فاء للكلمة مسبوقة بماذا؟ بكسر. إذن أبدلت ماذا؟ ياء. فقال لها وللأرض ائتيا. نعم، إذن هذه هي قاعدة إبدال الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة حرف مد من جنس الحركة السابقة إلا ما يعرف بباب الإيواء. إذن يستثنى من قاعدة إبدال الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة سبع كلمات أو ما يعرف بباب الإيواء، حيث حقق ورش هذه الهمزة في هذه المواضع وفي هذه. والكلمات السبع هي المأوى، فمأواهم وتوجد مأواهم، ومأواه، مأواكم، فأووا، وتؤوي، تؤويه. إذن هذه الكلمات السبع تقرأ الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة بالتحقيق بدلا من الإبدال الذي هو الأصل عند الإمام ورش. ونأخذ مثال واحدا من هذه الكلمات السبع،
المستثناه من سورة الكهف. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. إذن قوله تعالى فأووا، الهمزة تحقق. إذن هذه هي القاعدة التجويدية التي تعرفنا عليها في هذه الحلقة المباركة، أن ورشاً رحمه الله يبدل الهمزة الساكنة الواقعة فاء للكلمة حرف مد من جنس الحركة السابقة. إذا كانت مسبوقة بفتح أبدلت ألفا، وإذا كانت مسبوقة بضم أبدلت واوا، وإذا كانت مسبوقة بكسر أبدلت ياء. اللهم ما يتعلق بالاستثناءات السبع، وهي المأوى فمأواه، ومأواه مأواكم، فأووا وتؤوي، وأخيرا تؤويه، تقرأ الهمزة في هذه الكلمات السبع بالتحقيق. وننتقل أعزائي المشاهدين إلى الفقرة الختامية، المصحف المعلم برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم.
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء. وودوا لو تكفرون. وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. يوم القيامة يفصل بينكم. يوم القيامة يفصل بينكم. والله بما تعملون بصير. والله بما تعملون بصير. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا. حتى تؤمنوا بالله وحده
إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله قدير والله غفور رحيم والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم ولم
يخرجوكم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم